خير استاذ عماد، في شيء؟ انت مبسوطه؟ ما فهمت، عملت شيء غلط؟ انت مفكره انه المكتب كافيه بتعزمي عليك لاصحابك ساعه اللي بدك؟ سوري بس كان شادي قاطع حدي وقلت بسلم علي وبيطمني على الله عليكي. غرامياتك كتراني هالفتره. غراميات؟ ايه بس هو مش ما بتنعاد ونقطع السطر. انت ليه ما بتسمع؟ شو بدك اني اسمع؟ ولا شيء، فكر باللي انت بدك اياه. مش مستعد برر لحالي وانت مصر انك ما تسمع. عم بحكي معك. ما عم تحكي معي بطريقة احترافية استاذ عماد. بالإذن سهى، تعال تعال. شو هبلة انت؟ عم تجز العشب ومحطيها بالكهرباء. تعال عدي عدي عدي. ما عم بعرف يا سهى، ما عم بعرف، ما عم بعرف. بدي اعتذر منها لنورما. شو عم تعمل استاذ خليل؟ عم بكتب لها شعر. رومانسي يعني؟ لكن اباحي؟ استاذ خليل بتاخذ بنصيحتي؟ ايه هاتي هاتي. رح انا اعطيك رقم بيتها لمدام ابتسام. اوكي. بتحكي او بتحكي جوزة بتعرف شو عامل له وبتسبقه انت وبتعمله لمدام نورما وبيمشي الحال. يا يسوع يا يسوع. بس هذا اللي قال عندك غبية يا يسوع. ميرسي يا استاذ خليل. غبية؟ لمين قال عني غبية؟ سوا مين ابتسام؟ مدام انت خلف الحمام العتيق. تقهقهين تقهقهين تنهار تقهقهين. مازن لك وينك يا امي؟ وينك كل النهار؟ رحتوا معك بتعرف ترجع تلفنت لك مرتين ليه ما بترد علي؟ والله يا امي مش هيك، بس لانه في خبريه كثير حلوه قلت ما حقولها قبل ما اشوفك. على القليل رد وقلي بحكيكي بس شوفك. يا الله هلا ما تعلق علي، اساليني شو هي الخبريه لاقولها. طيب شو هي الخبريه؟ يلا قولها. بكره بلش شغل. شو؟ كيف وين؟ والله مثل ما عم بخبرك، رحت على اخر الشارع في محل صغير عنده كيوسك برا، قلت له العوافه، انا امي معلمتنا اعمل كريب من انا وصغير. قال لي يا عين كنت ناطرك وهيك. يا تقبرني مبروك خي. ليكي امي شو رايك؟ فوت اتمرن فيك اعمل لك كم كريب. كيف عايزك؟ انا ما بدي احكي عن شيء. شو؟ ماشي نحن منيح. بدنا نشوف المودلز وبدنا نبدا الشغل. طب بنعيط لمياه؟ ها؟ شو بك؟ شو بك عايزك؟ لا ولا شيء، اذا بدكم بنعيط لها خلينا تجي. لا ما تعيطوا لمياه. عيطوا لوفاء. وفاء؟ ليه؟ ايه؟ ليه؟ لانه انا هيك بدي. طيب شو رايك السنه نعمل باك جراوند غير لون؟ ما تسود الدنيا بوجهنا. شو بدك لون؟ بيربل. كل شيء بيربل. واو فيري نايس. انا عامله كل شيء. تفضل تفضل. صراحة ما بعرف إذا بعد عبالي أحكي، يعني عم فكر أتأمل بهالمطرح الحلو. واو عماد عمادو رجعلنا رجعلنا. وين رحت؟ طيب ناخذ رأي لميس بالموضوع. ليش وخاصة لميس؟ لأنه هي صاحبة الكونسبت. وأصلا رأي مثل لميس كتير مهم. بس لتعرف لو بتوفر انت اكسجين شو بتكون الحياه احلى. لو بتروق انت وياها مش احلى؟ على كل حال العارضه مش عجبتني. لو بينقطع عني انا الاكسجين شو بتكون الحياه احلى.
انه شوفي هلا قلنا لك كل شيء منيح الا الموديل عماده. حبيبي بقصد عماد، انت ما في انسان بتعجبك، انسان هيك عاديه عندها تم ومنخار وعينين ودينين وشعرات. اصلا نحن بهيدي الحاله مش بحاجه الا لقيتين واجرتين، حتى ما بدنا راسها. طب ليك بركي انت هيك بتهولنا اياها، ما في شي بنت من هدول البنات اللي تحت ايديك مثلا؟ ما عادي انه انت شاب واكيد في بحياتك بنات، سوري ما قصدي شيء، ما قصدي اتدخل بحياتك الشخصيه بتعرف، بس اكيد انه انت شاب وعندك من هدول الحركات الفوتات والطلعات والظهرات. ايه وانت شاب وما في بحياتك راسك فينك بتمك. صحيح ذكرني على شو بتعجبني شخصيتك انا، ها؟ على كل حال انا ماشي، ولما تلاقوها تبقوا عيطوا لي. عايزك جماد خلاص بقى لعب. فهمني شو اللي شغل انا هون؟ شو اللي شغل انا هون؟ ما زال ما في شيء بعمله بيعجبكم. قولوا لي روح عايزك مستني على امريكا، جيب خصني من شعراتها لانجلينا جولي واستنسخها، بيكون اهون علي من اني نقي لكم بنت وتعجبكم. ليه بعدك هون؟ دوامي بيخلص بعد نص ساعة. بس عماد فال من ساعتين وطول عمرك انت تفلي اذا مش عايزك هو. هلا بطلت الامور تمشي هيك، بعد عندي 15 يوم لازم اعمل كل شغلي للاخر. شو هالحكي هذا؟ مين قال لك هيك؟ يلا قومي تسيسري. لا استجاد ما عم تسمع مني؟ بس عماد مديرك يعني؟ لا بس ما بدي تعمل مشاكل انت واستاذ عماد بسببي. يلا قومي يلا ضب اغراضكم شي. تفضل هيدي استقالتي. اوكي طيب اوكي. انا رايحة. لوين ميا؟ عايزك خوفتني. لوين رايحة؟ في موضوع كتير مهم لازم نحكي فيه، موضوع دقيق ومهم تماماً مثل جسمك. جسمي؟ عن شو عم تحكي أعزك؟ بشرفك روح كفي شغلك بتفعلي. ايه تعي لهون، ما رح تروحي لمطرح. ايه؟ ما رح تطلعي برات المكتب. أعزك شو في؟ شو بك؟ ما تخافي يا بنت، بدنا نعود اتفاقية سوا. آخر مرة عملت اتفاقية مع حدا صرت ركب اكستنشن بشعرك كل يوم. بتعرفي اخر حدا حكي معي بهيدي الطريقه ايه؟ مسحت فيه الارض شرشحته بعدلته. بس انه انا رح اسكت لك هالمره لانه عايزك بهيدي الشغله وخايف انه يعني عندي شك انه معقول ما تقبلي، بس شك بسيط ها. لا عن جد الهيئه ما في ظهره من هون. يلا عايزك شو العرض؟ قبل ما نحكي عن العرض بدنا نتفق انه كل شيء بنحكيه هون بضل بيناتنا، اتفقنا؟ مؤامره عايزك حياتي كلها مؤامرات. ميرسي كثير، ما بقدر اتحمل اكثر. بعطيك مصاري. ميرسي. بجيب لك كتاب. ما بدي. بجيب لك مجوهرات. لا بعرفك على المشاهير. كمان ما بدي. لك شو بدك هالحين؟ بدي روح على البيت. ايه خلص بجيب لك بيت. هلا ما في جيب لك بيت. اي قلبي 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 اه اي شو عم يصير لك انت؟ انا من وراك من وراك صار معي بالقلب. ايه القلب. ايه مش معقول هيك يعني. انا لو انا اليوم اذا بعمل كريس كاردياك انت بتكوني مبسوطه؟ ليش انا معقول روح فيها وموت وانت كرمال شو؟ كرمال انا توتي. انت ما رح تقبل العرض تبعي. انت بتقبلي يعني انا موت عشان انت ما تقبل العرض تبعي؟ انه عملي مثل كل هالبنات. خلص شوي خلص عايزك خلص تحكي كثير. شو العرض؟ رح خبرك. بدي صوريك. بدك تصور شو؟ جسمك وقفتك وشغلات هيك. بس ما تخافي ما رح صور لك وجهك. ايه بدك تعمله بالاعصاب لاستاذ عماد؟ وريح وريح قلت لك ما رح صور لك وجهك. شو بكي؟ ايزك رح اوثقك بمحله. هبلة باي.
بعدين قلت لها للبنت انه الغلط غلطها من الاول للاخر وجبتها وحطيتها فوق راسي. يه. قلت لها تعي تقلك حبيبتي. لها انا عايزك بستاني معقول ما اهتم بلقطه وجنيت وعصبت وصارت حالتها حالي. شو عايزك؟ خلصني صور، ما بقى فيي، تعبت بدي ارتاح. شو صار لك؟ انا كمان تعبت حبيبتي. شغل هيدا شغل، قومي وقفي يلا خلصيني بدنا نتصور. يلا يلا. شو حتقاسك؟ ماني معوده. بعدين شوف الكعب العالي شو قاسي. وقفني على الخشبي كمان. ايه روقي روقي، هيدي منشيلها على الفوتوشوب. خلصنا. ايه جمعتي بارضك. ليكي تعي تقلك شغله، نحن صرنا فترة عم نفتش على مين موديل للكامبين، يعني إذا عماد متري قال على صورك أوكي، اعتبري إنه ميا فرح قعدت أهم موديلز البلد ببيتهم. هيك أولى؟ إيه هيك أولى. إيه بس أنت وعدتني إنه ما حدا بيعرف. لك ما حدا بيعرف، بس أنا هيك عم خبرك لحتى تعرفي إنه يلي بيقولوا آيزك بستاني جواهر. طب يلا يلا صور. يلا. يلا بوزيشن برمي. طب خدني كم صورة فاس. يي بدك تعلميني على شغلة؟ برمي كعب. يلا خلصيني. خدي بوزيشن منيحة. يلا ايه هيك ايه. ورجعت قالت لي قال شو؟ يا حرام يا حرام، لك وين بعدها؟ انا عم تحكي معها هيك؟ قال انا ما بهتم لها بلقطاتها، انا حبيبتي معروف. عايزك اسكت مثل سوي الفرن. خلصي برمي بوزيشن. نعم. دليفري سوشي. سوشي. هيدا الباب اخر مكتب على الشمال عند استاذ جاد. كاميرسي. دخلك انت جديد ما هيك؟ جديد. ايه اكيد، لو قديم كنت عرفت. ما كوميسيون استاذ جاد نيالهم فيه، ما بيشبع سوشي سوشي كل يوم، وما بيقول مره تفضلي اصلا. يلا على قوله مدام نورما. اني واي يصطفل. Thank you.
فنان يا ايزك، انت فعلا فنان. شو هالشغله الغير قصة؟ صراحة أنا مغروم بشغلي، كثير عم بصرف كالوري، حس حالي رح أنهار، عم بتعب، ويا ريت حدا بيأجر. شو ملتية؟ عم بتفرج على كوليكسيون فساتين حلوة كتير. هلأ مش أحلى من كوليكسيون أستاذ عماد يعني، بس حلوين. هاي هاي عماد، عندك موعد على 11 مع تيم وعلى 12 مع مدام هيام. ميا أدائك رجع لورا، ما عم بحس بالحماس انتو عم بتحكي، عملي معروف. اليوم ما شربت قصعين. كيفك عماد؟ هاي لميس. ميا رح بتساعد لميس اليوم بالتحضير للإصدار، رح بتكوني معها. خي شو حلو، بتكون أول مرة رسمياً. بس أستاذ عندك أي مشكلة؟ لا لا ما في مشكلة أبداً، ولا كتير حلو الإنسان يشتغل لأول مرة بحياته مع حدا جديد، ما هيك مدام لميس؟ أكيد كتير منيح، برافو، هيك بدي اياكم، بتغاروا على مصلحة الشركة. أكيد. جرب تضلك ماشي حدي لتساعديني لما أنا أطلب، وأهم شي ما بتتدخلي بشي وما بتعطي رأيك وما بتحكي. اتفقنا على هالنقطة؟ أكيد. يعني الحقيقة أوقات ما بفهم الأستاذ عماد أنا. شو بكي أنت اليوم هيك مشرقة معك؟ هالكعب قطع لي ظهري. الكعب؟ ليش أنت من أيمتى بضايقك الكعب؟ لا ما بصدق. أنا فشل شي يزعجني، بس امبارح شرشبيل سفقتني عين كرسحتني، ضليتني قلبي على ظهري. شريرة. طب كيف جيت اليوم؟ طلب التاكسي. بس على كل حال فكرة مش عاطلة يعني. شو هي مش عاطلة؟ الوقعة. بدك فركشيك؟ بدك فركشيك؟ شو بك وفاء ركزي معي؟ هلا صار في اتخنج عليهم، هلا بطلب منهم يجيبوا لي شوفير ياخذني ويجيبني ويضل تحت ايدي. والله ماني كاينة يا مدام لميس، ماني كاينة. طبعا. هلا بدي منك تبلشي تفتشي لي على حدا له الشرف بهالوظيفه، او بتحكي جاد يعني وحده من اثنين. انا فايتة على مكتبي. ديل. كان ناقصك تروحي اجرك تتغنجي. يلا. عيناك الجميلتان في شعرك الجافي، في وجهك الجميل، في حاجبيك الجلفي، أنفك، في شفتيك، في أذنيك، فينا نحكي؟ أنا أفكر أعمل لك تمثال كبير. ما بهمني. ليش ما بهمك بقى؟ لأنه امبارح حكيتني ابتسام وجوزة عمل لها تمثال، فإذا بدك تعمل شيء فكر بشيء تسبقه فيه أحسن لإلك. لك الوصي خليك.
باردون؟ قصدي انا عم بشتاق لك ماما، كثير عم بشتاق لك. غيابك عم بخزقني، عم بكون بالبيت لوحدي. وين عم تروحي نورما؟ وين؟ عم شوف صاحبي. باردون؟ عم شوف صاحبي. عم بظهر مع الشاب أصغر منك، أجمل منك، وجقل أكتر منك، وعنده سيكس باك. وأنا مني مثلك، مني غبية لدرجة إنه خلي حدا يصورني. عم تخونيني نورما؟ ليه؟ يحق للشاعر ما لا يحق لغيره. يعني معناتها عم تعترفي انه بدك تبشر حلو مش هيك؟ احلام. رح احلم. رح احلم وطير بشعرك الحلو، بايديك الحلوين. سهى! ألف صحتين أستاذ. ميرسي كلك زون. بس ما حدا بده يفوت ياكل كريب. أهلا أهلا، اقعد جايك. ليك من هلا الكريب على حسابك. ما بدي كريب. هي أول مرة بعرف إنه العالم تروق كريب على الصبح. هيدي معروفة. في ناس بتتخدى كراب كمان. كمان؟ صحتين عقلبه. شو؟ قل لي كيف ملاقينا؟ والله لبق لك استاذ مازن، صراحة جيت اتأكد بعيوني. منيح. بتعرف شو ذكرتني؟ بأيام الجامعة لما كنت اشتغل ويتر. ودخلك هلا أنت شو بتشتغل؟ كل شيء. هلا عم بشتغل كل شيء إلا بشهادتي. طمني هلا أنت كيف؟ شو حاسس؟ موجوع؟ بك شيء؟ ما تتقل على حالك يعني، فهمت؟ لا لا انا منيح. اصلا المدير قال لي ليك خيي، لما ما يكون في زبونات مش ضروري تضلك واقف قعد. كثير منيح، انا كثير مبسوط فيك ومية كمان. خلص خلصوا ايام الولدنه والخبريات، انه مرايح انا رجال البيت. قوم بقى شو في؟ ثواني وبتكون الكراب قدامك. خيي ما بدي، اذا انا بدي ادفع حقك. بدك تاكل. وين لست الحضور تبع الفاشن شو؟ قال لي عماد معك اياهن. صح معي اياهن. بتعطيني اياهن من فضلك؟ من فضلك؟ حلوة هيدي. للأمنة. ما مش لأمنة، بس ما عندي وقت ضيعه صراحة. طب إذا هيك تفوت بصلب الموضوع. خير. جادو حياتي. انت بتعرف انه انا هالفتره عم نبش على لوكيشن كرمال الفاشن شو، ظهري كثير عم بيوجعني، معك خبر الموضوع؟ فقلت انا بركي بتحط لي درايفر يسوق فيي. وليك لهالغنج؟ مش غنج عدو، بس انت بتعرف انه هيدا الشغل كثير متعب، وقلت لك ظهري عم بيوجعني، فهيك اذا بتحط لي درايفر بصير فيي ركز على شغلي اكثر. شو بتقول؟ تتغنج علي تعمل لك اللي بدك اياه؟ لا ولو انا هيك رح اجرب دبرها. بعتي لي الليست. ثانك يو، احلى جادو بالعالم. تشاو. عم بقلقمو هون؟ ايه هون. اوكي. سعيد تقدر تفتح الشباك شوي؟ يلا. عم سعيد كيف يعني؟ مش شايف في رطوبة وهوا سخن برا؟
افطسنا ولو سكر الشباك. ايه جاد؟ ميا؟ كيفك؟ منيحة، ماشي الحال. وينك؟ عم نبرم على لوكيشن. انت مع لميس؟ يس. عم بتضايقك شي؟ يس. لا لا ما تخاف، ما تعطي الهم شي، كله تمام. بس مين بعتك معها؟ اصلا شو لك شغل معها؟ عماد طلب؟ يس. ميا عن جد ما رح خلي هيك شي يصير مره تانية. هلا عرفت وينك. ماشي الحال. كان بدك شي اتصلت فيه؟ كان بدنا شوفير للشركة، بقلت بركي أنت بتعرفي حدا. بس خلص أكيد ما بتعرفي. سوري عم بزعجك. لا بعرف حدا. في شخص عندي بقدر أحكيه هلا. ماشي. يس. وين صار هيدا يا عمي؟ مش معقول هيك. تفضل. فيك تفهمني شو عم تعمل مع ميا؟ ليه عم تعذبها هيك؟ خلينا نقول انه هيدا ضغط الشغل منه تعذيب. وشو خاصة هي تلزقها بلميس؟ اكيد ماضيتها مشاكل هلا. البنت محترمة حالها وهيديك اكلت لها راسها. جد لميس ما فيها تسوق، مشان هيك قلت له لسعيد يجي ياخذهم. ليه بدها تضل كل الدوام وشغلتها بس تساعدك لك شخصيا؟ امبارح بقيت كل الدوام لوحده. خيي نحن من ايمتى بنميز بين ميا وغير موظفين؟ من ايمتى؟ خير؟ هيدي الساعة هديتها لنفسي لأنه كنت عارف إنك رح تعطيني زودة على معاشي لما تشوف الصور يلي صورتن. وإذا بتحب تشوف الصور فيك تلحقني. كان على اساس تجي انت وشريكك لانه ما بدي اياك تتفاجئ لحالك، بدي تنبهروا سوا. سوري ما شفتك. ما في كاريزما. عايزك بفهم منك انه الصور هالقد مهمين. تفضل فرجينا. خلصنا. جاهزين؟ عايزك جاهزين. شو عم بتحسوا؟ لك يلا. طيب رح افتحه. فتحته. مين هيدي؟ عايزك مين هيدي؟ هيدي هي. بقبل الدوب اللي معاشي لكن فاجأتني أنا صراحة. وأنا كمان عجبتني. مين هيدي البنت عايزك؟ البنت؟ البنت. سوري ما في أخبركن. شو بك جنات؟ بدكن اياها تضل تتصور ايه ولا لا؟ ايه؟ لكن ما فيي اخبركن، انا اخذها من غير شركه، شغله كثير كونفيدنشال، اذا حدا زق لسانه بنخسرها. هي مادو عجبتك؟ هي عجبتني، كثير عجبتني. لكن يلا حمي ايديك. بدي اياك الليله تبعت لي الصور قبل الفوتوشوب، اوكي؟ يعطيك العافيه. جود جوب. كم محل صرنا شايفين اليوم؟ بس بتصور هيدا انسب شيء، احكي المانجر ميا. ايه شفتك. الو. ايه امي اشتقت لك. لا بالشغل بس هيك حبيت اسمع صوتك. ميا فلين. لحظة، حكاكي مازن عن أول نهار بالشغل؟ ميا قلت لك سكري لي هالتليفون بقى. ولا شي أمي ولا شي، صوت زمور. بحكيكي بعدين، باي باي. لميس، هيدي السيارة اللي بعت لك إياها جاد. كثير منيح.
لا لك سعيد بتضل مستنفرة. أنا شادي. أنا لميس. كأن شايفتك قبل. على كل حال شغلك ما رح يطول. عايزتك لشهر مش أكتر. بصير. كل شي بصير. أهلا وسهلا حبيبي. أهلين أهلين. يعطيك العافية يا عمري. شي كيفك أمي؟ أنا منيحة يا تقبرني. وأنت كيفك؟ كيف كان أول نهار بالشغل؟ ماشي الحال بس متعب شوي. يعطيك العافية حبيبي. معلش بكرة بتتعود. بدك سخن لك أكل تتاكل؟ إيه بسألتك ميت من الجوع. لك تكرم عينك يا قلبي. يلا ها شو عم جرب تعمل؟ بس فسر لي. عم جرب تعصبني؟ فيكي تروقي ميا؟ كيف بدك ياني روق؟ فسر لي كيف بدك ياني روق؟ هيك قررت تعصب وتفش خلقك فيي؟ ما فهمت؟ بتحطني بين ايدين ناس بيكرهوني ونعطيني الفرصة حتى ينتقموا مني؟ منيح، بعد في 15 يوم وما رح خليك تشوف صورة وجهي. أناني. ميا خليني. روح خزق الأوراق اللي بين ايديك واعتبرني مش موجودة. بس ما بقى تحطني بمواقف حس حالي فيها فاشلة. بعترف انه اخر فترة انا غلطت. معك حق. اكيد معي حق. وبقول لك ما بعرف اذا معي حق. انا بطلت فهم حالي. ميا عن جد مش قصدي. سبعة ونص. في شي؟ فينا نحكي عن سكادجول اليوم نحن عم نتروق؟ سوري عن جد سوري بس مستغربة ليش عملت هيك؟ حتى تسامحيني. تفضلي. الو استاذ ازك؟ قولي لمديرك انه المطرح يلي لقيته لميس ما بيسوى ابدا. قرب التليفون على دينيك يا بنت قربي. معليه معليه ايه معليه تحملوني مثل ما انا متحملكم. سامعه؟ ايه ايه سامعه سامعه. قولي لعماد هلا هلا يجي يشوف المطرح هلا. قولي له سمعته يبعث لنا اللوكيشن بس. بيقول لك استاذ
تفضلي. سامحتك. جاد ماي انجل، عن جد حس اليوم مزاجك كثير مش على بعضه، بدك تخبرني شو فيه؟ مدام نورما انا متضايق شوي. سوسو حسيت عليك، اكيد القصه بتتعلق ب يو نو هو. خلينا حليل، ما رح توصوا على السويد. يمكن هيدا هي المشكله الاساسيه، بتعرف انا كثير قويه بقصص الحب. ايه بعرف، ما عندي شك. سوسو كافي. ايه هلا بنشرب قهوه وبتخبرها لنونا كل شيء. بس مدام نورما القصه مش متعلقه بلميس. صحة. بس أنا ماني مرتاح. أنت حطيت إيدك على الجرح. جاد حبيبي أنا يعني أنا ما بعرف شو في بقلبك. فضفض فضفض. واضح إنك ما بتعرفي. عماد ومية. القصة هاي؟ إيه شو بهم؟ القصة صارت مش حلوة. لا لا بس إنه ليه؟ انه اذا عم بيحبوا بعضهم بالمكتب قل لي يعني انه ما تستحي انه سافا. لا ما استحيت بس ما في شيء من اللي عم بتقوليه. عماد ومية منو ماشي حاله. من اي ناحيه؟ من كل النواحي. كيف بدي اقول لك اياها؟ شوفي مدام نورما، عماد عم بيعامل مية بطريقه مش منيحه ابدا. يعني هيدي الشغله اللي عملناها حولته لزلمه ما بيشبهه ابدا، وانا ما بدي اكون جزء من هيدي الكذبه. بعدين مية بنت طيبه يعني بريئة ومنيحة، ونحن عم نأذيها. أنا ماني مرتاح. جاد شو بيك عم تحكي كأنك حبلت من هالقصة؟